مولود الميزان، نعم. فاليوم هيك في شوية ركود يعني، أو في هيك شوية تراجع تلقائي يعني عم بعيشه مولود الميزان، مثل يعني أي يلا يلي بده يصير يصير، عرفت هاي الفكرة تبع ولا يهمني. هلأ دور على البدائل مولود الميزان اليوم، بعيد عن أي عناد، بعيد عن أي مكابرة أو حتى اللامبالاة، في حال أن اللامبالاة عن مولود الميزان. نعم اليوم في وعودك بتتأخر ما بتتنفذ، خلاص روق المساء أمورك أفضل من الآخر، نحكي من الآخر. أوكي يسعد لي صباحا. نعم. هلا قبل ما اقول مين مين بدي اصبح على جورج، صباح الورد صباح النور استاذ جورج. يعني نور الكونترول عن جد، اليوم قاعد عم بيعمل هيك عم يراقب عم يحضر برنامج لكي اور نوت، بده يشوف برجو. بده يشوف شو القصه يعني. هو كتير متحمس يسمع برجو الاستاذ جورج، هو كتير من متابعين الابراج. يلا سرطان، صباح الخير لمولود السرطان صباحه. يعني كمان السرطان المساء اكيد امورك كتير اريح وافضل وريلاكس والامور حلوه، بس اليوم ما تدخل بصراعات ولا تقلق حالك بامور يعني صغيرة ثانوية. نعم يعني يمكن يتأخر اليوم بالنسبة لمولود السرطان بعض الأمور المهنية، في شيء عم ينتظره، في خبر عم ينتظره، إجراء ما، أخطاء بتظهر بالعمل، سوء تفاهم، علاقات شوي يعني بتروق قصصك المساء. أوكي. خليك حريص على الاستقرار مولود السرطان وتحمل مسؤولياتك برضا. المساء أحسن بالتأكيد إن شاء الله. يسعد لي صباحا. نعم نروح لمولود الجدي، شو رأيك؟ سريعاً الجدي كمان المساء أحسن بكثير. اليومين القادمين مهمين عن مواليد الجدي كثير، بس اليوم لسه الأمور مو على بعضها، أخذ هيك طابع صحي مثلاً. ممكن أخذ طابع عائلي مثلاً، ما له متحمل حدا مولود الجدي. معصب 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 مولود الجدي، مضغوط مضغوط. هلأ أنت بطبعك صبور. نعم مولود الجدي يعني يعني سيد الصبر يعني مولود الجدي. اليوم استخدم هالميزة بتفيدك على الأقل لتقطع للمساء، بس يعني المساء حتلاقي الأمور كتير أفضل أجمل بالنسبة لك. فاليوم شوي فيك أمور عائلية، مسؤوليات، ضغوط، ظروف صحية عند مولود الجدي، ما بدك تتصرف بمزاجية، يلا خلص للمساء. للمساء للمساء. أوكي صباح النور للمساء. صباح النور ليلون أكيد. من بعد مولود الجدي بدي أقول صباح الخير لمولود الثور، يلي الثور فعلا هو يعني فعلا للمساء بقى مولود الثور، لبين ما يوصل الأمر لعندك. نعم. في عنده حنين للماضي مولود الثور، يعني مثل حالي هيك من مراجعة الذكريات. صار له يومين يعني كأنه هيك حالة مقارنة، بدك جرعة من الإيجابية. نعم. هلأ بتوصل لك المساء، لأنه هي حالة الإحباط، حالة الانتظار اللي عم تعيشها، حالة العتب الداخلي على الحياة يلي ما عم تشتغل معك لطيف. صح يا لطيف. هيك حاسس مولود الثور، حاسس الدنيا ما عم تشتغل معه صح. تمام. فيعني لا تدقق كتير بمواقف الناس، اعذرهم اعذرهم إذا سمعت شيء، لا تبني أحكام ولا قرارات. يعني اصبر اليوم شوي، لأنه اعتبارا من المساء وللأسبوع في حركة مهمة عند مواليد الثور. إن شاء الله يا رب. نروح نروح لمولود العقرب. هلا مولود العقرب اليوم كتير عنده شغل يا لطيف. شو عنده؟ مسؤوليات مسؤوليات مسؤوليات، وتيرة العمل عم تزداد يعني، مثلا سواء بشغله، سواء ب ممكن دراسته، ممكن البيت، ما بين البيت ما بين يعني كتير. فكتير بدك تضبط وقتك اليوم مولود العقرب يعني بطريقة مناسبة، وعالج أي إرهاق لأنه في فوضى شوي. هلا العقرب بينظم صح، بس رغم هيك احيانا يعني جسمه ما بيخدمه بطريقه صح. فاليوم بدك شوي هيك تراعي الامور الصحيه، هو كل الشهر بده يراعي الامور الصحيه، مو بس اليوم، بس اليوم بيزيد لانه في امر بالقصه منهك بزياده. وحاول تخفف من الاعباء، يعني مو تثق بنفسك لدرجه تقول انه فيني اعمل كل شيء. ايوه يعني تعرف هاي يكون بدق صدره عندي يعني. عندي خلاص بعمل كل شيء. هي مو عندك القصة أبدا. ريح حالك ريح حالك واكتفي بالضروري. أوكي صباح النور.
نروح للحوت. شو رأيك الحوت اليوم؟ بده كتير يعمل هيك بالانس، موازنة، موازنة بأموره المالية. كتير هالموضوع تعبه للحوت الأمور المالية، لأنه في إجراءات بده يعملها، عم بيحضر للشي. كل حوت حسب ظروفه، ناس عم تحضر للسفر، ناس عم تحضر لمناسبة عائلية، ناس عم يحضروا لعقار، نشيطين اليوم. عندهم شيء يعني على صعيد المال. يعني بده يخفف، يعني بده يحاول يكون أكثر تنظيم بأموره المالية. فاليوم في مصاريف، في نفقات، إذا فيك تأجلها صعبة عليه للحوت، إذا فيك تأجلها أجلها أجل، وإذا فيك تلغيها الغيها بلاها، يعني خليك ضمن الضروري. أوكي، صباح النور جميعا. نعم. نروح للعذراء. العذراء طبعا يومه إيجابي، مولود العذراء بالتأكيد، وكل ما مضى النهار حيكون الوضع أفضل وأفضل، إيجابي أكثر بالنسبة له. طبعا قلنا التراب هن مواليد المجموعة الترابية، هن حيكونوا أحسن يعني بالوقت القادم. يوم إيجابي لمشاركة، لتعاون. في هلا ما في شك في أمور مالية شغلته لمولود العذراء، يعني عم بيعمل موازنات، عم بيحاول يرتب بعض الأمور المالية العائلية، ممكن عند البعض عم يحاول يلاقي حلول. عم بيفاوض، ما بعرف، بس اليوم الظروف متجاوبة، يعني اليوم في تعويضات حتى لو كانت معنوية عند مولود العذراء. إن شاء الله بينالها. اسمع له كلمة حلوة، حدا بيمدحه، حدا بيعطيه فكرة، حدا بيعطيه نصيحة. هذا ايه، في اليوم تقارب، يوم جميل، يوم حلو، يوم جميل إن شاء الله. يسعد لي صباحهم جميعا. من العذراء للدلول، يوم عنده حوارات جيدة مولود الدلول، يمكن عم يدخل عملية تقييم أو تصحيح ناجحة. حلو، تمام. اليوم عم يعرف يتواصل، جوابه حاضر، فكرته موجودة واضحة بذهنه، ذهن صافي عنده. يوم في حركة، في نشاط، في تنقلات كتير، يعني عنده ممكن في عنده ترتيب لأوراق العلاقة بسفر، أو عم ينتظر موافقات معينة مثلا. اليوم إجمالا لقاءات حلوة عند مولود الدلو، بس نظم جهودك شوي، يوم لطيف، يعني ما بدها هيك دعسة قوية، يعني نظم جهودك. وحتى اليوم في جزء مهم من وقت مولود الدلو للشؤون العائلية، عنده شيء عصايد العائلة. يسعد لي صباحنا. جوزة صباحه. نعم، كثير حلو يومه، وعود في ضحكة، اجتماعيات وقر على الموبايل. أكثر حدا ممكن بيعرف يستخدم الموبايل هو مولود الجوزة. الجوزة معقول، ما بخبركم، يعني بيشتغل على كذا مع بعضهم كلهم. فاليوم في تعارف، في لقاءات، في أخبار حلوة. نعم. في تجديد للنشاط، نفسية حلوة، متنشط اليوم. حلو. الجوزة متجاوب، منفتح تجاه الأصدقاء، تجاه المقربين، نشيط جدا، ما عنده مشكلة، يعني ايه علاقاته حلوة عموما. حلو. وإيجابية. ايه، ويمكن يكون هيك حتى يعني مع محيطه العملي ضابطة أموره كمان. هلأ المساء يعني رح يدخل شوي هيك بحالة هادئة ساكنة، يعني شوي فخلص أمورك، بده يتعب، صار له يومين على المنوال. أوكي، صباح النور. وصلنا للمواليد الأكثر حظاً. النار. نبدأ مع مولود الأسد طبعاً. الأسد صباحه، يعني يوم كثير حلو، تفاهم مع الآخرين، عنده قدرة على التحاور. نعم. بده يوصل لحل، أهداف حاطة بباله بده يوصل. في عنده حركة اجتماعية بهالفترة مولود الأسد، يعني عم بيكون مع أصدقائه كثير، عم بيتعرف على ناس كثير، يعني بهذا الوقت أياً كان وضعه. بس يعني لاحظوا كلكم مواليد الأسد إنه في ناس عم يدخلوا حياتكم جديدة بهذا الوقت. إيه. فاليوم الأمور كتير جيدة، حلوة، تسويات، ترتيب لأعمال، أخبار مريحة، محيط جميلة، متجاوب، يعني في حظوظ حلو كتير عند مولود الأسد. إيه، يسعد لي صباحه. نعم. يا
ثاني ناري مين هو؟ القوس. القوس صباحه. القوس لن تخذله الحظوظ اليوم. يا سلام. يعني بشي عم يطلبه أو يسعاله. هلا أنا بعرف في ظروف عند مواليد القوس يمكن عم تكون شوي على صعيد المالي مزعجة لأنه عم يكون في نوع من العشوائية بالأمور المالية. هلا بيقولوا لي كل القوسيين ليش في مصاري لحتى نصرفها لحتى نصرفها ما في مصاري. هلا كل مين على قده حسب وعلى حسب وضعه بس في شوي فوضى بهذا الموضوع. هلا فوضى مالية. ايه في فوضى مالية بدك تحاول تنتبه على هذا الموضوع. بس اليوم من الايام الحلوة اذا عندك طلب مجاب حلو. يعني عند مولود محط تقدير هو اموره عم تمشي بشكل حسن علاقاته لحد كبير جيدة الاصلاحات واردة. يعني وقلنا انه كل مواليد القوس رايحين باتجاه قرار كبير بحياتهم. صح خبرتينا بالفترة القادمة. يصدي صباحهم. نعم. الحمل والأكثر حظا يعني يوم كثير حلو للحمل. متابعة للأعمال، دفاع عن أفكار، عم تستعيد الثقة بشي اللي عم تعمله، عم تقدر تقنع. يعني اليوم عنده جاذبية وعنده حضور مولود الحمل. يعني تعرف هذا الحضور الآسر سلام. يعني ايه نجم. عنده حضور آسر اليوم، علاقاته بتحمله الإيجابية، ظروف مشجعة، أنا بشوف فرص ممكن تغتنمها بشكل سريع. يعني كتير عنده دعم مولود الحمل بهذا الوقت صراحة. يعني من كل الكواكب تقريبا داعمينه للحمل. ايه من كل الكواكب حلو يعني. هيك الدعم يجيكي من جميع الجوانب. نعم. اوكي يسعد لي صباحهم جميعا.